مدرسة؟ مدرسة مدرسة كل حاجة في الدنيا. مدرسة؟ اسمي فوز محمد رشيدي. مدرسة هي أصلها كل مكان الإنسان ممكن يستفيد منه أو يتعلم منه شيء. مدرسة بالنسبة لي يعني تعليم. يعني مدرسة. يعني هرجلة. مدرسة. أولى رابع في أولى ابتدائي. المدرسة دايما أنا كنت بقول عليها هي أمي. هو المفروض إن إحنا حاجة بندرس فيها نتعلم منها. يعني أي حاجة تفسد ولادك تعلمهم أي حاجة غلط. المدرسة هي عبارة عن سلمة في بداية تعليم الشخص. مدرسة يعني مدرسة بتبقى كل حاجة، يعني بتبقى قدوة. مدرسة دي كل حاجة. في ألعاب. مدرس يطلع عقد فيهم ولادك ما بيروحوش يتعلموا. لا ده عنده عقد. ده اللي حاصل. مبنى لتعليم الأولاد مدرسة. لكن مدرسة بالنسبة لمصر فسحة وهيصة وضحك وهزار بس. مدرسة للعلم، الأم مدرسة، فاهمني؟ إنما برضو الأصل إنما الأمم الأخلاق وما بقي. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فيها كمبيوتر. لعب كورة. مدرسة دي هي لأن أمي كل حاجة، هي مدرسة، هي اللي بتربي وتنظف وتعلم وكل حاجة. بص هقول لك على حاجة، أول يوم ده دخلت المدرسة معايا وآخر يوم خرجت معايا. حاجات كتيرة بس. مدرسة مكان بنروح عشان نرفع فيها عن نفسنا دلوقتي بس. المدرسة هي اللي بتنورك، هي بتفتح مدارك الطفل، هي بتنميه، هو هي اللي هتعرفه بعد كده هو يبقى ايه. مدرسة سنة تالتة ابتدائي. يعني أحلى أيام، أحلى ذكريات، أحلى مواقف، أحلى ناس هتشوفهم في حياتك. أحلى عيشة هتعيشها في حياتك. المدرسة دي أساس يعني. المفروض إن حاجة مفروضة عليا برغبتي مش برغبة حد. كم مدرسة ممكن أقدم على صوابع إيدي واحدة؟ تالتة ابتدائي. لا مش عارف. مثلا مدارس انترناشونال قليله او اجزاء منها. مدارس مثلا زي الاورمون، اورمون طنطا، اورمون شيراتون، يعني طنطا اكتر عشان طنطا يعني بتدوس قوي على الحاجات دي. كليه مدرسه النيل. هو المفروض يعني اللي هو تعليم بس ما فيش دلوقتي اي حاجه في المدرسه. برضو المدارس الانترناشونال كلها طبعا. اما المدارس الحكومي ديت في الضايع بس بنشوف بيها الدنيا بس. والله العظيم احنا في جامعات بس بنقول ولا يوم من الايام. في اولى رابع. المدرسه هو انت مكان بتدرس فيه بتتعلم فيه. من عيل صغير لما بيخش المدرسه بيبقى بيشوف الاستاذ هو بيعمل ايه، يعني بيتحرك ازاي، عشان بناء على الكلام اللي هو هيقوله هيبتدي يشوف في البيت، هيبتدي يشوف في الشارع، هيبتدي يشوف في كل حته.